تحدث عن كثير عم بنشوفه على صفحات الفيسبوك او حتى مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى سبونسرد، يعني هاي الكلمه صارت كثير شائعه، وبنشوف بوستات مموله، بنشوف فيديوهات مموله عشان ممكن تجميع لايكات معينه او حتى الناس تعرف بصفحه معينه على الفيسبوك. لكن ايش في ممكن اشياء نقاط مهمه لازم تكون؟ نقاط مهمه متعلقه انه شوي الموضوع راح بجانب تجاري ترويجي اعلاني، لكن احيانا بيصل هالمحتوى واحيانا ما بيصل، أحيانا المحتوى نفسه بيكون ضعيف. لكن صحيح. أمام كل هذه التذبذبات وأمام هذه النقاط المفصلية اليوم رح نتعرف وإياكم، وركزوا معنا أصحاب المحلات البوتيكس السوبر ماركت القطاع التجاري في البلد على نقاط مفصلية ومهمة في جانب صفحات التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك، لنعرف كيف رح نتعامل معها. كل ذلك وأكثر مع ضيفنا من نابلس اللي جاي بكير على طول كلام قبلنا تقريبا أستاذ حسن قمحية مدير شركة بلوسم للتسويق والإعلان. يسعد صباحك أستاذ حسن. سعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. أنا يعني مبسوط جدا أني موجود بقناة الفجر الجديد ومعكم أيضا في هذا الصباح في يوم الجمعة المبارك. الله يسعد صباحك يا رب. يعني من بعد المقدمة اللي طلعنا فيها أنا وزميلي خالد، إيش أبرز الأخطاء اللي ممكن توقع فيها الشركات، أو حتى ممكن هي هلأ مش شركات فقط، يعني حتى في ناس ممكن بيعملوا شغل يدوي أو شغل البيت وصاروا يسوقوا على الفيسبوك، لكن شو في أبرز أخطاء ممكن يوقعوا فيها في التسويق؟ التمويل بشكل عام هو أداة مهمة للترويج للمواد اللي أنا بدي أسوق لها، لكن كيف إدارة التمويل وكيف أنا بحصل على نتيجة ملموسة من التمويل هو هون النقطة الفاصلة. أهم شيء قبل التمويل اللي هو الشيء اللي بدي أموله. طبعا بالفترة الأخيرة صار التمويل اللي هو نحكي أي صفحة أو أي شخص بده يمول أي شيء ما بقدر يوصل لأي نتيجة بدون تمويل، وهذا الاشي انتم عارفينه. صحيح. نسبة الرؤية المشاهدات خاصة بالخوارزمية اللي هي اللي بالفيسبوك اخر فترة صار انه ما بتقدر، او نسبة المشاهدات قليلة جدا للناس اللي بتشوف المنشور تبعك. هلا احنا لازم نشوف طريقة، او اللي هي الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها، كيف نوصل المنشور ولا كيف نوصل هذا الشيء بنسبة ما يعني ما ندفع كتير للفيس بطريقة انه نجيب ناس اكتر. صرنا نعتمد على طريقة اللي هي طريقة التمويل، لكن التمويل بطريقة انه مثلا نكتب اسئلة مع التمويل. مثلا انا عامل عرض على نحكي عرض لمطعم. هذا العرض لمطعم انا لازم احط فيه اول اشي صورة يكون التصميم ملفت للانتباه. هذا التصميم كل ما كان ملفت للانتباه والألوان اللي مستخدمة في التصميم تلفت نظر اللي هو الشخص المستهدف اللي أنا بدي أستهدفه في هذا الإعلان، كل ما أنا جبت نتيجة أكتر. ثانيا اللي هي مراعاة القوانين اللي هي اللي حاططها الفيسبوك. مثلا التكست لما بدي أحط على الصورة تكست لازم تكون هاي الصورة عليها تكست لا يتجاوز 20%. في ناس بيملي الصورة كلها تكست جريدة أقعد أقرأ، لا أنا بحط كلمتين الأساسيات على الصورة اللي هي مثلا عرض مثلا بخمسة شيكل بعشرين شيكل بعشرين دولار كذا، والباقي الكلام بكون كتابي مع الصورة. الزبون مباشر بلفت انتباهه البوست، بيكبس على البوست، بدخل بقرأ التفاصيل. اللون مهم جدا، النص اللي انت بدك تختاره مهم جدا، وكمية التمويل. ممكن ايضا انه نحن نستهدف الناس بطريقة انه يعني انه مثلا ادخل وادخل على سحب، ادخل وادخل على كذا. هذا راح نجي اللي هو كيف بدنا نخلق التفاعل بالصفحة وعلى طبيعة المحتوى. لكن فعليا احنا حاليا بعصر التكنولوجيا والكل يعني صار يعتمد اعتماد كلي على الفيسبوك، لكن في استفسار بيسألوا ممكن صاحب محل انه هل اذا انا مولت للمرة الاولى معناها خلاص الفيسبوك هيك بيحكي انه تقريبا اي منشور اخر حتى لو ما كان ممول نسبة المشاهدات راح تكون قليلة، وبالتالي انا راح اعتمد من اللحظة الاولى للتمويل لبقية الاعلانات انه يجب ان تمول؟ صحيح. هلا اي صفحة حاليا بدون تمويل بتصير تنزل، يعني احنا بننصح زبايننا بالشغل نحكي له صفحتك انا بشتغلك على صفحتك ما عندي مشكلة، بس بدون تمويل ما بقدر، لانه انت تعال قول لي هي صفحة فيسبوك، بقول لك هي صفحة فيسبوك شغالة تنزل عليها بوستات، تبع المشاهدات تحت على كل بوست بعطيك 6 7 8 10. اذا كان في حتى يعني حاول انك ما تمول الصفحة حتى بالسيرش ما بتبين.
لما بدك تصير تمولها وتوصل لحد معين يعني اقل شيء 200-300 دولار الصفحة تبلش تاخذ، بعدين تبلش تبين بالسيرش، ببلش يصير عليها تفاعل. مهم جدا مع التمويل زي ما قلت لك انت تتفاعل مع الجمهور، يعني تسأل. وهون بنيجي لسؤال انه احيانا بعض المؤسسات الشركات الى ما ذلك تعمل تمويل بجوز مش 5 دولار، 200 و300 دولار، بس احيانا بيكون المشاهدات عالي، بيوصلوا 25,000 مشاهدة، الكومنتات اللايكات مش متجاوزات 10-20. وين الاشكالية بهذه الزاوية؟ شوف مهم جدا اللي هي حكيت لك الوقت تبع التمويل جدا مهم. ما انت بمول مثلا بكره مثلا نحكي اجازه، الناس قاعده، ويوم سبت كمان الاوقات الذروه انت بمول فيها. طريقه السؤال زي ما انت حكيت ليش مش تفاعل؟ لانه انا بجوز حاطط بس شرح على الصوره بدون ما اسال الناس. الناس عندنا هون او بالفيسبوك بتحب تجاوب، بتحب تتفاعل، بحب يعمل لك تاج مثلا ليش اعزم صاحبك ما تعرفش اسمك خالد. انا بدي اعزم صديقك، بعمل تاج لخالد، خالد بعمل تاج لصديقه، وهذا بعمل تفاعل اكثر وبيجيب نتيجه ضعف اللي انت حاطه بالتمويل. مثلا اذا انا حاطط 5 دولار راح تلاحظ النتيجه لما بسال جابت نتيجه اعلى، لانه انا ايش هون سالت. جرب ما تسال وحط شرح عادي على الصوره وشوف التفاعل كيف بكون ضعيف. طيب صراحة يعني إذا تفضلت بنقطة معينة بس أنا كنت يعني بفكر أنك رح تحكي فيها، اللي هي شغلة الكومنتس، يعني ما رح نبعد عنها، إنه ممكن أنا أمول وأجيب عدد لايكات منيحة أو الناس تتفاعل معي، لكن النفس صاحب الصفحة أو صاحب الإشي ما يردوا على التعليقات. تمام. هاي النقطة قديش مهمة وبتأثر على مهم جدا الموضوع. صحيح هاي النقطة أنا ما يعني إحنا نتبعها بشكل كبير، انه معظم اللي بنشتغل معاهم بنقول لهم انه احنا بنرد على الرسائل وبنرد على التعليقات. مهم جدا ترد على الزبون لو بكلمه شكرا، لو حكى مدح مثلا، حكى عن الصوره شكرا يعطيك العافيه، او اذا ما بدك ترد على الزبون مثلا في شغله بصراحه بتستفزني اللي هي السعر برساله خاصه. طب هو السعر معروف، ليش السعر برساله خاصه؟ اغلب الشركات ولا لسه بتبعت السعر برساله خاصه، ممكن انه بقول لك بديش حدا يحرق سعري، هاي له. بس دائما الرد على الرسائل والرد على الكومنت كتير مهم جدا، لانه بعطي الزبون ثقة باللي هو يعني في الشركة انه رد علي. من يومين كنت بطلع على شركة اجنبية، فبطلع على كيا فلسطين، كيا العالمية، كل حدا بعلق عم بردوا عليه. طبعا احنا هذا الاسلوب نتبعه طبعا، لدرجة انه في حدا بيسأله عن اشي ناقص بسيارته ومش عارف يجي، قال له احنا رح نتواصل معك ورح ندلك من وين تشتري. فالزبون كتير يعني مبسوط انه شو ردوا علي، وهذا الاشي بعطيه ثقة. يعني انا لما بدي اشتري سيارة بقولك بدي اشتري كيا، تمام فهمت علي؟ هذا الاشي بعطيه ثقة بالمنتج وثقة بالاشي اكتر. صحيح. طيب يعني من اللحظة الاولى لانشاء الصفحة في كتير خيارات بتكون بيزنس تجارية بابليك عام الى ما ذلك، وين يروح وشو الاساسيات اللي صح يتبنى عليها صفحات الترويجية على الفيسبوك؟ الأهم إشي إنه أنت تكون عارف شو بدك. يعني مثلاً أنا عندي مطعم، الفيسبوك معطيك الخيارات تبعت المطعم. عندك إشي بدك تشتغل إشي شخصي إلك بدون شركة وبدون شيء إنك تروج، معطيك مصور، معطيك كل الخيارات موجودة، ما في خيارات مش موجودة بالفيسبوك لأنك تصنع محتوى. لكن المهم جداً لما بدك تصنع الصفحة ولا بدك تبلش بالصفحة اللي هي الناس لما تدخل على الصفحة تحس إن هاي الصفحة صفحة فيها اشي، انه انا مثلا اللوجو، الكفر بيج، هاي كل شغلات مهمة. اني ادخل على الاباوت اقرأ عن الصفحة. جديد الفيسبوك فعل اشي اسمه ستوري. ستوري اللي هي صورة وتحط عنها صورة عن شركتك او اشي عن بخصوص الشركة، وبتكتب نبذة عن الشركة مثلا تعرف الناس انه اذا دخلت تعرف ايش هاي الشركة. مهم جدا تحط الرقم جوالك للتواصل، او اذا بتكش رقم جوالك انه تواصل معك على الفيسبوك. وفي ناس بقولك بحبش يزعجوني. مهم جدا انك كمان تحط اللي هي تدعي ناس على الصفحة اللي انت بدك اياهم يوصلوا على الصفحة. في ناس كمان بحطوا الصفحات اللي هي قريبة على شغل صفحاتهم، بيختاروا صفحات. يعني انا بدخل على بالضبط لما اقول لوكيشن مهم جدا كمان.
لما بدخل على الصفحة أحس إنه هاي الصفحة ممكن إنه أستفيد منها، ممكن إنه يعني أنت بجوز من البوست الأول للصفحة تدخل تلاقي الطريقة. الرتابة، التصميم، كل هذا عوامل بتلعب دور إنه نحو التفاعل بهذا. بالوجوه هاي الشغلات برضو بتجيب الوجوه والابتسامة واللايك، هاي كتير مهمة جدا وبتجيب حركة على 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 المنشور كمان. نعم. بالنسبة للتمويل وقيمته، يعني في ناس ممكن بمية أو بمئتين أو بخمسين دولار، هدول قيمة التمويل تحدد بناء على إيش؟ شوفي هلأ إحنا نشوفها نسبة وتناسب. يعني مثلا بيجي شخص بيسألني بيقول لي شو بتنصحني أمول حسب شركته. مثلا اذا اشي واحد بلش جديد بنقول له دائما قبل ما تبلش لازمك تضخ شويه تمويل للصفحه، بعدين بنبلش تمويل للبوستات. هلا تمويل البوستات المشكله فيه صارت كالتالي، انه انت ممكن تعمل لايك للبوست بس انت ما تكون عامل لايك لايش؟ للصفحه. سابقا كان ما تقدر تعمل لايك للبوست وانت مش عامل لايك للصفحه، وهذا نظام الفيسبوك اكيد عمله عشان ياخذ مصاري اكثر. لكن مهم جدا انه نعرف انه احنا اي شيء بالتمويل كل ما كانت قيمته اكبر كل ما جاب نتيجة اكتر. ومهم جدا نعرف انه وقت التمويل اللي انا بستخدمه، احنا بالعادة بنقسم التمويل على جزئين، جزء للايكات الجديدة للصفحة لانه اي صفحة ما فيها لايكات جديدة بتضل تضعف. صحيح. وجزء الثاني بنقسمه للبوستات، يعني كل أسبوع لازم يكون عندي تمويل للبوستات اللي هي البوستات التحفيزية، البوستات اللي بتدل عن الشركة. للصفحة بضله مستمر، يعني بنعمل الخمسين دولار أو المية دولار على شهر خلاص بتضل هذيك، والمية الثانية مثلا أو المبلغ الثاني بقسمه على البوستات اللي هي اللي بدي أنزلها بشكل دوري على الصفحة عشان تضل الصفحة أكتر. طب أستاذ حسن، صارت نحفات هيك مع شركات مع مؤسسات إنه جد يعني عبطول هم طب مطبين في موضوع التمويل وورطوا بأمور مالية لأنه لعدم معرفته، لأنه بادر ذاتيا وما عندوش الأسس الصحيحة؟ أكثر من مرة بتتصل فينا شركات بتطلب مني إنه أقعد معهم. أنا بالعادة يعني لما بقعد مع شركة بكون إشي هيك محبة وصداقة، فبقول لي حسن عملت فيزا وكذا، بكون عامل فيزا وكل شيء تمام، لكن بحط الفيزا وبترك، بتتفاجأ إنه فيزته صارت سالب 400 سالب 600 والفيسبوك بداين. يعني الفيسبوك بعطيك دين وإنت بترد بترجع له إياه، هو بفكر إنه إيش ماشي الأمور، لكن تلقائيا بتلاقي انه صار عنده سالب. هلا زي ما بقولوها اعطي الخبز لخبازه ولو اكل نصه. احنا بالنسبه لنا التمويل بالشغل مش شيء، يعني الاستفاده حاليا من التمويل مش نسبه كبيره، لانه نسبه الربح فيه غير مش عاليه كتير وواضحه قدام الزبون، نعطيه بنهايه الشهر اللي هي زي ما الفاتوره من الفيسبوك قديش كذا، فواضحه يعني ما فيها. الربح دائما بكون بطريقة تعاملك مع الزبون وبطريقة انت جذبك للزبون له، هو هذا اللي بيجيب لك النتيجة. زي ما حكيت لك طرق تعامل الناس مع الفيزا مش سهلة، والموضوع الفيزا مو سهل ابدا لانه الفيسبوك بداية، بس خلينا نحكي الفيسبوك أأمن من شركات تانية بالتعامل مع الفيزا. يعني في شركات ممكن تحط الفيزا وتغلط سلامتك روحت، فيسبوك اذا وقفت الاعلان ما بروح عليك قيمة الاعلان، بالعكس بضل. يعني انا اذا حطيت بخمسين دولار مثلا اعلان وانتبهت انه هذا الاعلان فيه غلط لازم امحيه. جديد صار يعطينا تعديل على الممول، من اول ما كان في تعديل على الاعلان الممول، جديد صار يعطيك تقدر تعدل النص، هذا الاشي افضل عم بيتحسن. نعم. ما بعرف اذا انا بدي ابعد شوي عن هذا، لكن هو في 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 مجال التسويق على المواقع التواصل الاجتماعي، لما بكون مثلا انا عم بتصفح الفيسبوك مثلا وبيطلع لي اعلان او فيديو صغير وبيحكي لي انه تخطي الاعلان بعد اربع صحيح. ثواني او مده معينه، هذا الاسلوب من اسلوب التسويق هل هو ناجح لكن مزعج يعتبر للمستخدمين، ولا انه ممكن نجاحه يغطي على ازعاج المشاهد؟ شوف هاي الفكرة اول اشي بداها اليوتيوب اللي هي بدايتها من اليوتيوب، نقلها الفيسبوك على الفيديوهات اللي نسبة مشاهدتها فوق المليون تقريبا. هي شوفي حاليا ما حسيتها جابت جدوى كبيرة، لانه زي ما تقول زي ما انت حكيت بتضايق الاشخاص، وحتى الاعلانات الجديدة كمان اللي ضافوها اللي هي على الماسنجر ضافوا اعلانات اذا بتشوفوها بالرسائل، هاي برضو ما لاقت نتيجة كتير. يعني احنا جربناها ما حسينا فيها جدوى اكتر، اكتر الاعلانات جدوى اللي هي اللي بتيجي على النيو فيد اللي هي اخر المنشورات، هاي اكترها جدوى.
اللي هاي يعني بنحكي نسبة نجاحها ما تجاوزت 20% اللي بتحكي عنها تبعت الفيديوهات، لأنها مزعجة للشخص، وأي شخص يعني بتحسي إنه في إزعاج فيها. وفي محتوى طيب. كبير على الفيسبوك، مجرد ما يجي هالإزعاج خلص نيكست الفيديو اللي بعده. بالضبط بالضبط. إحنا أكيد بنشكرك أستاذ حسن طيب. قمحية مدير شركة بلوسوم للتسويق والإعلان على هذه التفاصيل وعلى هذه النصائح. ديروا بالكم تجارنا أعزائنا اللي عندهم صفحات، مش غلط الواحد يشتغل على التمويل ويستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة، لكن على الأقل الأسس المعايير والأساسيات يجب عليه أنه يكون إلمام حتى يصل إلى نقطة الهدف المطلوب. نعم، يعني فقرة أولى بامتياز، معلومات مفيدة للمستخدم الفيسبوك بشكل عام وأيضا المستخدمه بطريقة تجارية أو تسويقية. أكيد متواصلين معكم بفقراتنا ولسه مشوار البرنامج في أوله.